بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الطلبة السوريون في الكويت نعلن تبرؤنا من الاتحاد الوطني لطلبة سوريا ودوره المخزي كأداة في يد النظام لقمع الحريات، ونعتبره اتحادا فاقدا للشرعية، إذ أنه لم يحافظ على استقلاليته، ولم يحفظ حقوق الطلبة، ولم يعبر عن إرادته في بناء سورية وطنا للحرية والعدالة. وإننا في بياننا هذا نعلن انضمامنا إلى اتحاد طلبة سوريا الأحرار الذي يقوم على الشرعية الثورية، لكونه أحد العناصر الفاعلة في الحراك الشعبي الصانع والداعم لثورة الحرية والكرامة. وبعد التنسيق بين اتحاد طلبة سوريا الأحرار والاتحاد الوطني لطلبة الكويت ممثلا بالهيئة التنفيذية، فإننا نعلن تأسيسنا لاتحاد طلبة سوريا الأحرار فرع الكويت، ليمثل بكل استقلالية الطلبة السوريين في الكويت، وليقوم على خدمتهم والتعبير عن إرادتهم الحرة، وليفعل الجهود الداعمة للثورة السورية، الثورة السورية التي لا تكتمل إلا بإسقاط النظام وكل دعائمه، وبناء سورية دولة تقيم العدالة وتصون الحريات وتمارس التعددية وتسخر مواردها في سبيل رفاهية المواطنين ونهضة المجتمع. الرحمة لشهدائنا، والشفاء لجرحانا، والحرية لمعتقلينا، وعاشت سوريا حرة أبيا.